وسلم. في الفيديو ده هنتعرض لإزاي نعمل تصميم متميز لغلاف مقال صحفي أو تحقيق صحفي أو حديث صحفي أو قصة قصيرة أو أي فن من الفنون الصحفية، اللي غالبا ممكن نعمل شغل كويس جدا ومتميز جدا، وفي النهاية الشغل بتاعنا يتم رفضه بسبب ان فيه الغلاف، في بيانات مش مظبوطة او مش كاملة على الغلاف. فاحنا هنعمل غلاف نموذجي ببرنامج الوورد، فممكن نفتح برنامج الوورد طبعا من قائمة ابدأ بالطريقة الصحيحة له، ومن مايكروسوفت اوفيس هنفتح الوورد. الوورد طبعا معانا اهوت، انا بشتغل على وورد 2013. نبدأ نفتح بلانك فاضية، دوكومنت بلانك، صفحة فاضية. طبعا خطوط الشبكة ديت من قائمة تاب بتاع فيو، ممكن ان انا اشيلها من هنا من الجروب بتاع شو جريد لاين دي بتروح معايا، وهي لو موجودة ما بتأثرش خالص، حتى ما بتتمش طباعتها غير في حالة ان انا اقول له اطبع خطوط الشبكة، ماشي. فاحنا بنشيلها. الملف بتاعي معمول على اعمدة، طبعا انا اشيل اخليه كولوم واحد بس، وان كولوم. هبدأ اكتب العبارة تعليم السوق مثلا، المدرسة بتاعتي اسمها مدرسة شارع بلدية شاط الصحفي. انا ممكن هنا اعمل كاشيدة كده هوت في المكان ده هوت، بحيث ان انا بكون زرع شيفت مع حرف الت، ماشي، وخلي التنسيقات يعني الكلام متوازن شوية مع بعضه. لو عايز اكتب المحافظة هنا في الاول عادي مفيش اي مشكلة، بعمل تشهيدة بحيث انها تكون متوافقة مع بعضها. انا هعمل غلاف لقصة قصيرة، قصة قصيرة بعنوان، اكتب في عنوان كلها الاول الصداقة، بس هنا بيانات الطالب او بقلم الطالب، بكتب اسم الطالب. في بيانات الطالب بكتب اربع حاجات مهمة جدا، اسم الطالب وتاريخ الميلاد والعنوان والتليفون. بكتب اسمه وليكن مثلا نخليه محمود، ابراهيم محمود، العنوان صاي الاعلام التربوي، وبكتب البيانات ابراهيم، وبكتب كمان مدير المدرسة. وممكن هنا خلاص كده البيانات تقريبا، ده الغلاف كده، ده ان انا ده اكبر الشكل بتاعه شوية من قائمة هوم، من تاب بتاع هوم، ماشي، اكبر ده شوية. ممكن اشيل البولد بتاعه، قصة قصيرة بعنوان، الكلام ده كله هيبقى في المتوسط كده اهوت في الوسط، قصة قصيرة بعنوان، نكبر الخط ده شوية، ممكن نجي على الفقرة ديت واخد تحتها، طبعا دي تنسيقات سريعة كده، ماشي. ده هخبره واخليه اختار له اي حاجة من اللي هي ديت، ماشي، وليكن مثلا ده، وناخد عليه احمر ونكبر بقى الخط ده خالص خالص كده، ماشي، لان ده العنوان بتاعنا. وهنا احط صورة، اي صورة، مثلا اي صورة، غالبا دي نصرة، خلينا في الورد دوت الجميل ده، الصورة كبيرة شوية طبعا زي ما اتعلمنا، نلم الصورة من هنا، ماشي، ممكن اصغر شوية العرض من هنا،
شويه تحت هنا، انا عايز ادري اعمل هنا ادراج لصوره، صوره الطالب نفسه وشه كده اهوت. اخد من انسيرت بكتشر، اخد صوره للطالب ده اهوت اللي هو في ماي بكتشر مثلا. ناخد الولد محمود من هنا، الصوره اهيت انسيرت، الصوره هتطلع كبيره طبعا، نلمها نلمها خالص 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 خالص، صغيره خالص كده زي ما تكون 4 في 6 ولا حاجه. وبعدين اعملها مع النص، حلو خالص، خدها هنا جنب كده، حط صورتي انا كمان مفيش مشكله، حط صوره سير صوره الاخصائي اليابان دي مثلا برضه كبيره، نلمها اهو كانها صوره 4 في 6، ونعمل لها مع النص كده بحيث ان هي تكون بتدخل معاها. يا ريت الصورتين يكونوا يعني جد بعض. صغر دي نزلها تحت شوية، ماشي نرمي من دي شوية. نعمل إطار من ديزاين بيج بوردرز، ناخد أي إطار ليكن مثلا هنا، الإطار ده بحبه شوية مفيش مشكلة، ناخد له لون على أحمر وأقول أوكي. صورنا كده الصفحة بتاعتنا، شوفوا هي كده. ممكن هنا احط المدرسة، الشعار بتاع المدرسة من انسيرت، بس انا مش فاكر في شعار مدرسة هنا ولا ايه، فانا هختار اي صورة كده على انها هي الشعار، وليكن مثلا مثلا نقول ان ده الشعار مثلا، برضه هلمه خالص كده من هنا من الركنية دي واخليه مع السطور، احطه هنا كده صغره كمان شوية. طبعا انا ممكن هنا من الصورة اللي يطلع لها فورمات الصورة ممكن ازود الاضاءة بتاعها شوية بحيث يبقى واضح، وممكن الم الصورة ده هي كمان شوية، ممكن برضو اعمل تنسيق هنا للفقرة دي الباراجراف ده اهوت من الجروب بتاع باراجراف، اخد اعمله كده هنا نفس الكلام كده ماشي. وبكده نكون عملنا تصميم نموذجي لغلاف، ممكن يكون قصة قصيرة او مقال، مقال صحفي او حديث صحفي او تحقيق صحفي او اي عمل بشترك به في المسابقات الصحفية، وعليه البيانات بتاعت الطالب وبيانات الأخصائي. وكان معكم إبراهيم محمود مرسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.